واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام نحييكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج التحدي. النهاردة مشاهدينا الكرام بنتكلم برضو عن موضوع خلافي، ولكن الخلافي المرة دي ما هواش بين المجتمع نفسه، يعني ما فيش جهة في المجتمع أو شريحة من المجتمع بتؤيد هذا الرأي وشريحة بتعارض هذا الرأي. الخلاف النهاردة خلاف ربما يكون في حاجات كثيرة جدا، يعني وهو خلاف ما بين المنطق، منطق الشعب نفسه ورؤيته للأحداث ورؤيته للمصاريف ورؤيته للتكاليف الحياة، ومنطق الدولة نفسها. طبعا الجزئية دي متداولة في حاجات كثيرة جدا، في أسعار المواد الغذائية، في النقل والمواصلات، في الكهرباء، في المية، في أي تكاليف، في التراخيص، في المرور، في التراخيص العقارية، في كل شيء. النهاردة بنتكلم عن شيء يخص مسألة الكارتة. الكارتة دي ممكن نقول إنها يعني المعادلة المصرية جميلة. احنا عارفين طبعا إن احنا لينا معادلات خاصة بينا كده خارج الكون كله، يعني احنا مصريين بيغردوا خارج السرب ده في غالب الأحوال، ودي بنعتبرها ميزة. ما اعرفش هي ميزة الحقيقة ولا هي كانت سبب تراجعنا وتأخرنا الحضاري اللي وصلنا له في الفترة دي. المعادلة دي ضمناها في حوالي 5 كلمات، بتقول فرد فردة عن كل فردة. المعادلة الكيميائية المصرية الخاصة بهذا الموضوع فرد فردة عن كل فردة. يعني ايه فرد فردة عن كل فردة؟ يعني حضرتك لما بتركب الميكروباص كده ويكون ربنا اكرمك وما معكش فلوس تاكس او ما الى ذلك، ودخلت موقف الميكروباص وركبت، مهما كان درجة الموقف ده، في منطقة راقية مثلا، في حتة تحت اعين الحكومة، او في حتة مدارية كده في منطقة عشوائية محدش شايفها، بيستوي الاثنين في تطبيق هذه المعادلة المصرية المحضة، فرد فردة عن كل فردة. يعني حياتك بعد ما الميكروباص يتملي والسواق في الباب بتاعه يبتدي يتحرك، بيلاقي ترابيزة صغيرة كده وعليها شمسية وقاعد عليها 3-4 أشخاص شكلهم يخوف العفريت يعني. وبعد كده السواق يروح مطلع مديهم 8 فرد. يعني نفترض الميكروباص ده مثلا بيوصل الناس 5 جنيه أجرة الراكب الواحد، بيروح مطلع أجرة فرد واحد، فرد فردة بقى، لأن الحكاية دي الشعب يظن تماما أو متأكد تماما إن ملهاش أي سند قانوني، وإنها متاخدة فردة كده على السواق وعلى الراكبين، لأن في الآخر السواق مش هيجيب من جيبه، السواق هيجيبها من الركاب اللي موجودين. يبقى هو فرد 8 فرد أجرة فرد فردة عن كل فردة. بمعنى إيه؟ ما بياخدوش منه الحكاية دي مرة واحدة في اليوم، كل ما يروح مشوار ويرجع كل مشوار منهم في المسألة دي. يعني مثلا هفترض ان هو طلع مثلا من منطقه اكتوبر راح رمسيس، بيروح دافع الكارته دي او القيمه دي، وهو راجع بنفس الطريقه. الاموال الطائله دي بتذهب فين؟ وفين السند القانوني ليها؟ وفين الشكل الحكومي دي بيمثلها؟ انا عارف لما باخد مخالفه لعربيتي اللي بياخدها امين الشرطه او الضابط وبيحرر المخالفه، انما الاشكال اللي موجوده دي، الاشكال اللي واخد بيشله في وشه واللي دماغه مش عارف عامله ازاي، والاشكال المعفرطه دي، مين المسؤول عن انه سايب الناس دي تشتغل وتاخد الفلوس من السواقين اللي بالتالي بياخدوها من جيب المواطن اللي الحقيقه يعني طالع عينه في المروحه وفي الميجي؟ تكاليف الحياه مش مستاهله. هنعرف فرد فرد عن كل فرده المعادله دي صحيحه ولا مش صحيحه مع سياده اللواء عصام الدين عبد المالك الخبير الامني. اهلا بحضرتك. اهلا فندم، منورنا. اهلا فندم. كمان مع الاستاذ عمرو المنياوي الكاتب الصحفي. اهلا بك يا فندم. اهلا فندم، منورنا. ربنا يخليك. سياده اللواء، دعني ابتدي مع الاستاذ عمرو الكاتب الصحفي، لانه هو معارض جدا لمساله الكارته، ومعارض جدا لمساله دفع المبالغ دي. هو عندنا مصريين يقول لك كارته، يقول لك فلان كارته، يعني عفوا يعني اداله على قفاه، لان الكف غالبا بيبقى حجم الكارت. الفرد فرده عن كل فرده دي، نقدر نقول المعادله دي حقيقيه ولا وهميه؟ طبعا حضرتك، اولا المعادله دي طبعا سليمه 100%، نعم، وملامسه للواقع. تمام يا فندم. الكارته هي مشروع المواقف، ودي دايما بيشرف عليها يا السكرتير المساعد للمحافظه او حد فرد تاني بيبقى له رتبه في المحافظه. تمام، بيشرف عليه هو رئيس مجلس اداره الكارته دي. تمام، او رئيس مجلس اداره مشروع المواقف. يعني شيء ده قانوني. شيء ده قانوني طبعا. وزاره التنميه المحليه يا فندم، ايوه، وزاره الداخليه، المرور، هو القطاع برضه المنوط بيه الاشراف مع التنميه المحليه. تمام، مشروع المواقف ده انشئ الاسباب، انشئ عشان يسهل الحياه اليوميه بتاع المواطن. تمام يا نعم. فندم، وانشئ برضه عشان خاطر يعني يدي تيسير للعمليه، يعني عمليه نقل الركاب من مكان لمكان، وكله ده بيصب في الاخر مصلحه المواطن. تمام، احنا عندنا الاول خالص مشروع المواقف ده انشئ عشان تخطيط المواقف بالتنسيق مع الوحده المحليه والجهه الامنيه. تمام، ومراقبه تنفيذيه لتعريفة الركاب المحدده. يبقى كده الهدف الثاني لانشائه. نعم. تمام، والقضاء على مشكله البطاله.
تمام يا سيد الفاضل. احنا نيجي نتكلم طبعا كل حكلام حياتك اعتقد ان في اعتراضات عليه، بس خلينا اقول ايه، لما هو شيء مقنن وشيء رسمي والمحافظه او سكرتير عام المحافظه بالاتفاق مع المرور مشرف على مكان زي ده، ليه ما بنشوفش غير الوجوه العاكره دي هي الاعتراض يا فندم؟ مش على امين شرطه ولا حد من المحافظه ولا العربيه اللي هي دوبل كابينه واقفه ولا حد من المحافظه خالص. الناس دي اللي هي المسؤوله في الدوله خايفه للشعب يعرف انها بتعمل كده، فمصدره لهم الناس اللي هي المشبوهه دي هي واقفه في المواقف ولا ايه بالظبط؟ هوضح لحضرتك نقطه. اتفضل. بالنسبه لمشروع المواقف بالذات او الكارتة بالذات، في احصائيه اتنشرت في اليوم السابع كلام سليم بتاريخ 24/6/2015 بيان من بيان عن الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. محواه بيقول ايه بقى البيان ده؟ بيقول ان عدد سيارات الاجره بمصر بلغ 323000 سياره. 323000 سياره. طبعا حضرتك اي كلمه انا هقولها على مسؤوليتي الشخصيه. نعم. متحمل اي نعم. اي كلمه. اه يا فندم، لا انا يعني واضح في تصريحاتي واضح في شغلي. نعم. متحمل كل اي عواقب. وان عدد اتوبيسات الاجره بمصر 75000 اتوبيس. تمام. وحوالي الاجره بقى الميكروباصات صح كده؟ الاتوبيسات الاجره، لا اللي هي العربات الكبيره شويه. اللي هي الكبير اللي هي بتشيل 24 و34 والارقام دي. حوالي 30% من الشعب المصري بيستخدم سيارات الاجره. نعم. بيستخدم بالعكس ده نسبه اكبر كمان، وممكن يبقى نسبه اكبر السيارات الخاصه بمعنى اصلا. السيارات الخاصه. نعم. تمام يا فندم. المرور بيدي تعريف على مثلا نقول سي مثلا نقول ميكروباص بميكروباصات. تمام. بيحمل مثلا من المنيا او مثلا يعني بالتحديد من بلدي من مغاغه. تمام. للقاهره. بيدي كارته مجمعه 1200 جنيه في السنه، يعني طول السنه بياخد كارته مجمعه بتخش في حصيله المحافظه 1200 جنيه عن السياره الواحده. عن السياره الواحده 1200 جنيه. يعني نقدر نقول مثلا 100 جنيه في الشهر يعتبر حاجه زي كده. 1200 على 12 شهر. طبعا الكلام ده كله لاغي. نعم. لاغي ازاي؟ هو اللي موجود دلوقتي هو فعلا اللي بيحصل من السواقين وبيحصل من الناس. تمام. دلوقتي المحافظه مثلا بقول لك على مشكله انا نزلت عملت فيها تحقيق استقصائي بحكم ان انا صحفي ولمست فيها المسؤولين، وهقول الكلام ده كله بدليل. نعم. يعني كل كلمه هقولها بدليل وعلى مسؤوليتي الكلام ده. عندك طبعا حضرتك دلوقتي بالنسبه للكارته بيدوا مثلا بيخلوا العربيه تقطع بنين، البنين ب 20 جنيه المهم ب 10، يبقى البنين الاثنين ب 20 جنيه. نعم. ده الرسمي اللي هو عشان يحمل ويملى الميكروباص عدد افراده ويجي هنا القاهره. نعم. بيدفع 20 جنيه. اجرته ايه بقى اجره الفرد الواحد؟ ما انا هقول لسعادتك حاجه بس. نعم. الناس اللي في الكارته بيدفعوه 60. يعني الرسمي 20. الرسمي 20 للمحافظه قايلاه مع انه مش رسمي. نعم. يعني المحافظه قايلاه برضه ده مش رسمي، انت خدت كارته مجمعه مالكش عندها حاجه ثاني. نعم. زودها. زودها وخدها مره واحده، انما ما تبقاش على مراحل وتخليها مهدره في ايد. نعم. في ايد من لا يملك تقدير. تمام. نعم. فدلوقتي عندك مثلا بياخد 40 جنيه لا هم داخلين خزينه المحافظه ولا هم داخلين خزينه الدوله، وطالعين من جيب المواطن المطحون. ما سواء مش هجيب من جيبه. نعم. طالعين من جيب المواطن المطحون، سواء مش هجيب من جيبه ويحط رجل على 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 على, على, على الراكب. نعم. تمام. المهم باحصائيه بسيطه انا وعدد من الصحفيين خدنا طبعا جوله كبيره جدا، وباحصائيه خالص بسيطه خالص طلع فيه الارقام التاليه بقى اللي حضرتك هتصدمك صدمه كبيره. تمام يا فندم. بتقول ايه بقى؟ بيقول ان بص يعني احنا طبعا على قد ما قدرنا نحصر وعلى قد ما قدرنا نتوقع. بتقول ايه بقى الاحصائيه دي؟ الكلام ده يعني انا اللي عامله، يعني انا وعدد من الصحفيين ومساعدهم. نعم. ان حوالي 3 مليون جنيه مصري مهدرين كل يوم. يوميا. يوميا مهدرين كل يوم. تمام. اي شهريا. نعم. 90 مليون جنيه شهريا، اي مليار و180 مليون جنيه كل سنه. لو هم داخلين جيب الدوله. نعم. ويقدروا حتى يعني انا لو دخلوا جيب الدوله مش هزعل. نعم. على الاقل هتعمل بيهم خدمات للمواطن، على الاقل هتعمل يعني الكلام ده كله مش هيزعل حد لما ادفع لمصر، مش هزعل، مش هيزعلني الكلام ده. انما المشكله الكبيره يبقى اشخاص معينه هم المستحوذين، وبالدليل يعني عندي ادله تحت ايدي بالكلام ده واسماء اقدر اذكرها واقدر اذكر لك ثروات الاشخاص دول ليهم بس مش يعني ليهم كيان في الدوله ولا الاشخاص دول يا سيدي الفاضل. القصه المحافظه بتنظر للقضيه كالاتي. نعم. المحافظه بتنظر ان السواقين دول اضل فئه، نعترف نقول الكلام ده اضل فئه. اضل فئه. آه. فيقول لك انا عشان اقدر اتحكم عليه لازم اجيب له بلطجه هو اللي حاسبه. طب ما هو اساسا بعد احترامي ليك في مثل بيقول حاميها حراميها. نعم. اللي انت هتجيبه ده اساسا هو هيسرقك انت كمان. هو اللي هيسرقك انت كمان. المحافظه ملهاش دعوه. يعني مثلا عندك احنا قبل كده حصلت مشكله ورحت فيها لوزاره التنميه المحليه، وبرضه من ضمن يعني في مشكله برضه هسيبها بعد ما اقول لحضرتك الارقام دي. دلوقتي لما رحت لوزاره التنميه المحليه وجبت مستندات عشان اشتكي، اتضح ان فيه نصيبه كبرى في وزاره التنميه المحليه. وده نداء بوجهه للسيد الرئيس مباشر، والسيد الرئيس دوله السيد الرئيس دوله رئيس مجلس الوزراء. نعم. تمام. ان وزاره التنميه المحليه التفتيش بتاعها ما بيطلعش الا بامر من الوزير،
وزاره التنميه المحليه. طب انا مواطن بسيط، انطلب مني رشوه، انطلب مني فلوس، اروح التفتيش يقول لي لا ما مالكش عندي حاجه، لازم تجيب لي اذن من الوزير عشان اطلع اشتغل، عشان يعمل الضبطيه، عشان يطلع يعمل الضبطيه. اي وزاره يا سيد الفاضل؟ انا مثلا يعني فتره اشتغلت كنت ملازم فيها الوزير المغازي، الفتره اشتغلتها دي كان مثلا فعل دور التفتيش في الوزاره. نعم. فدور التفتيش اللي هو الرقابي جوه الوزاره بيبقى اقوى من التفتيش اللي بره، لانه قريب منه بيلاحق فيه. نعم. يعني مش اقوى في مراحل، في اوقات بس. نعم. بيبقى يعني عقابه كتير. فبيبقى وزاره التنميه المحليه لما رحت هناك المكتب الوزير واصطدمت هناك بالناس، فبقول لهم انا عندي مشكله عايز اروح التفتيش، قالوا لي روح التفتيش في 44 شارع عبد البكر الصديق. رحت كان وقتها ماسك اللواء ابراهيم حسن، حاليا دلوقتي اظن ماسك محافظه الجيزه، كان ساعتها نائب وزير، نائب وزير التفتيش. فبعرض عليه بقول له فندم في فساد كذا كذا كذا، قال لي عندك الجهات الرقابيه روح اشتكي، انا ما اقدرش اشتكي، ما اقدرش اخد اي اجراء الا بامر من السيد الوزير. طب انا مواطن، طب انا صحفي وقدرت يعني اوصل لبابك. نعم. نعم. انا مواطن تمام يا فندم. فدلوقتي احنا مشكله الكارته دي تمام، او مشروع المواقف، مشروع المواقف دلوقتي حاد 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 عن. نعم. عما انشئ له. طيب حضرتك شايف ان نظريا او البدايه كان نيه خير انهم عايزين يظبطوا المواقف ويظبطوا الدنيا والمواطن في افريقيا العربيه بسلاسه، ما يحصلش اعتداء عليه ولا اعتداء على السياره ولا اخره. تمام. ولكن الامر انحرف وبقت ال 20 بتدفع مثلا على سبيل المثال مضاعفه، يعني مضاعفه بتبقى 60. حضرتك مليار و180 مليون سنويا. ده اقل تقدير، في ازيد يعني لو احنا عملنا حصر حقيقي هيبقى حاجه حاجه دلوقتي الارقام. لذلك انا كتبت التحقيق، انا اسف كتبت التحقيق كنوز مصر الضائعه، يعني انا كتبت التحقيق الاستقصاء اللي عملته اسمه كنوز مصر الضائعة. نعم نعم. سيادة اللواء، يعني هل في سند قانوني للمعادلة اللي قلنا عليها فرد فردة عن كل فردة؟ يعني هل في سند قانوني ليها؟ لا يا فندم، ما فيش سند قانوني للموضوع الفردة. طب يعني الكلام ده يعني إنما هو حضرتك المشروع مقنن من قبل المحافظة. نعم. بالتنسيق مع وزارة الداخلية. نعم. علشان المواقف تشتغل والسواقين بتدفع الكارت العادية. الكارت العادية اللي قد للأسف قيمتها قد ايه تقريبا؟ 10 جنيه يا فندم. 10 جنيه عن ايه؟ يعني عن كل دور. عن كل دور. العربية مثلا بتاخد، عربية بتحصل 100 جنيه في الدور، وعربية بتحصل مثلا 50. لا يا فندم، يعني مثلا لو واخد دور مثلا من على حسب قيمة، على حسب المسافة. تسعيرة ولا المسافة؟ حسب يعني المسافة يا فندم. كل محافظة محدد لها تسعيرة. لو من أسيوط للقاهرة. أنا بتكلم على الكارتات اللي هي في بين المحافظات. يا فندم. والكارتات الداخلية يا فندم برضه نفس القصة. محدد لها. نعم. بمعرفة المحافظة. نعم. إنما للأسف الشديد إن هم السواقين اللي بيدفعوا البلطجية دول دول بيدفعوا من نفسهم، وبالتالي هو بيحمل المواطن قيمه الفرق ده. بس انا عارف انا عندي، انما لو حضرتك كسر، لو حضرتك حمل لو كده، لو حضرتك سواق راجل وعنده جدع وعنده نخوه، وباقي السواقين اللي معاه اتفقوا ان هم ما يدفعوش البلطجيه، مش هيحصل الكلام ده ابدا، لان في امن موجود وفي اشراف من المحافظه وفي اشراف من وزاره الداخليه على هذه المواقف. للاسف الشديد اللي بيحصل ان السواقين ما بتتكلمش. طب ما الداخليه فين؟ ما انا مش لازم يا فندم الداخليه موجوده عشان تامين المواقف والكارتات، بحيث لو حصلت مشكله بين سواق وبين مواطن، حصلت مشكله بين السواقين، انما الامن عمره ما يبقى واقف على كل عربيه وبيقابل السواق وبيقول له او بس على الاقل على كل موقف. يعني موقف يا فندم المواقف فيها رمسيس، في عدد كتير المواقف جداً. فيها يا فندم موجود. لو مواطن جاي يركب عربيه وسواق طلب منه اجره زياده، ممكن يقابل فرد الامن هناك ويحل له مشكلته. الكلام ده مزاج يا ست اللواء. لا يا فندم، لا ده الحقيقه عند التطبيق بيبقى يعني حاجه يا فندم من الحقيقه بنبه الصواب زي ما بيقول حضرتك. انا ما اقدرش فعلا احط امن على كل عربيه طالعه، انما للاسف الشديد السواقين يعني موافقين على هذا الكلام، عاوز يخلص زوره وعاوز يطلع بسرعه. حضرتك تشوفهم بيجوا على الطريق جاري زي يعني ما هو عشان يعوض المبالغ بتاعته عشان يلحق. فده بالتالي للاسف هو بيحمل المواطن هذه القيمه عشان يدفع، انما للاسف لو هم رفضوا موضوع البلطجيه دون او بلغوا عنهم او يعني لو قدموا شكوى. بس انت عايز تقول ان الداخليه ما عندهاش علم، وهي طبعا كل خبر في البلد يبقى عندها قبل اي حد تاني. يعني اشتراك رجال المرور، انا اسف يا ست اللواء. لا يا فندم، بعد اذن حضرتك اشتراك رجال المرور، لان رجال المرور بعض رجال المرور بعض رجال المرور استاذنا حضرتك يا فندم على مسؤوليتك هذا يا فندم. بعد اذنك يا فندم، اتفضل. الداخليه عند عمرها ما بتتستر على الفساد، عمرها ما بتتستر على الفساد. احنا مش هنقول يا فندم سواء كان الداخليه او الاجهزه الرقابيه او المحافظه، ما حدش يتستر على الفساد. اي نعم في فساد عندنا في البلد، ولكن بدا يقل مع وجود الاجهزه الرقابيه الموجوده اللي بتتابع كل المواقف على مستوى على مستوى الجمهوريه. يا ست اللواء، احنا بنشوف بعينينا يعني بقى مثلا راكب الميكروباص، بص لقى سواق طوعيته كده مطلع، ما هو عارف لو ما طلعش مش هيعدي ومش هيركب ومش هيطلع من دوره. يعني عايز حتى تفهمني الداخليه ما عندهاش فكره عن الاشكال اللي واقفه دي عامله ازاي. في يا فندم فكره فندم، ولكن هم السي في بتاعه يعني اللي بيقولوا عليه اللي اسمه ايه، ال البصمات دي اسمها ايه، الفيش بتاع على وشه، يعني واحد وشه متقطع 30 مطوه. عايز افهم الداخليه ما عندهاش فكره؟ لا يا فندم، هو فيش تشبيه على وشه يعني، ولكن بقول لحضرتك
هو خطأ كبير قوي قوي من السواقين ومن الأهالي برضو أعتقد يعني. كمان المواطن عندهم المواطن ما بيبلغش. لو السواق طلب منه أجرة زيادة المفروض يبلغ المسؤول الموجود في الموقف. الكلام ده عملي تعمل يعني. فندم يا فندم في موظف أعرفه عيني عامل سكرتارية. موظف أعرفه عيني عامل سكرتارية. أنا كنت بدخل لسكرتير عام المحافظة عبد الناصر بيه اللي كان ماسك محافظة مني قبل كده ما كانش عنده الكلام ده. موظف في الكارتة ماسك شويه افراد بكذا كذا موقع هو مشرف عليهم مش عامل سكرتاري والله. المشكله دي مش عامه موجود وحي يرزق استحاله تكون على كل المواقف على يا فندم. يا فندم انا عايز اوضح لسيادتك حاجه دلوقتي يا سياده اللواء. احنا دلوقتي بنخاطب مشكله اهم يعتبر امن قومي في نظري. تمام. يعني انا الحاجات اللي درستها في اكاديميه نصر وقوات المسلحه ان الامن القومي ده خط احمر. تمام. ولو مقاومه هو ايه هو المشاكل تخص الوطن تخص المواطن. تمام. ده تعريف بسيط يعني مش ده التعريف العلمي بس انا بقول يعني حاجه بسيطه. فاصبح دلوقتي حضرتك احنا دلوقتي لما يكون عندنا تلت الشعب المصري بيعاني ويستنزف وبيسرق والرئيس موجود نقول ايه؟ نقول يا ريس هو بيتسرق والرئيس موجود. بعد احترام لك الرئيس مش هيشوف كل حاجه في البلد. معاك فيها بس ده هي عين الرئيس يا فندم. ماشي يا فندم بس انا يا فندم انا عايز اوضح لك نقطه. انت دلوقتي حضرتك احنا انا بدايه القصه ان انا كنت في موقف محافظه المنيا ولقيت مواطن بيسال اجره كام فبيقول له كذا فوشه ضار فبقول له انت ما معكش فلوس ادفع لك. قال لي لا ده انا دخلي حكى لي القصه دخله 1400 جنيه شهري وبيركب مش عارف 3 4 مرات بيضيع نصهم في المواصلات. فروحت اسال مسؤول الكارته بقول له يا عم انت بتاخد كام كارته؟ قال لي مالكش فيه. طب انا اقول لحضرتك موقف حصل معانا في بني سويف. انا كنت شغال في بني سويف المواطنين اللي جايين يركبوا من انت كنت بتخدم في قطاع الامن العام صح كده؟ قطاع الامن العام يا فندم. نعم. في يوم من الايام السواقين زودوا التعريفه خدت بال حضرتك؟ نعم. فالاهالي لما جم يركبوا من موقف لقوا الاجره زادت 2 جنيه كلهم بلا استثناء راحوا منسحبين من موقف وسابوا العربيات من غير شغل. والله السواقين بداوا يجروا ورا الناس عشان يطلبوهم يجوا بنفس الاجره. ليه؟ لان كان في دور من المواطن هنا. نعم. مرضيش بالفساد ومرضيش بالضغط اللي بيحصل عليه ومرضيش يدفع الاجره الزياده. انما للاسف بتلاقي هنا حضرتك واحد مستعجل يا اخوانا طب يلا اركبوا عشان نلحق نمشي ونسافر و2 جنيه زياده مش قصه. طب هو انا مطالب هو دور برضه هو انا مطالب في نفس الوقت يا سياده اللواء ان انا انزل يعني امارس دوري كضابط شرطه في يا فندم. انا مواطن الدور فندم الدور موجود الدور موجود هعرض نفسي لمشاكل وهعرض نفسي لكذا وكذا وفي الاخر انا بقول ايه يعني هين قرشك وتهين نفسك زي ما بيقولوا في جهه ثانيه. ده للاسف منطق معلش بص يا سياده اللواء انا كشخص في الدوله بتاخد مني ضرائب وتاخد تنفق على الداخليه عشان تيجي في موقف زي تدافع عني مش انا هنزل بقى كل اتخانق عن نفسي واعمل فيها ضابط شرطه وبعد كده اقف اخبز العيش عشان ابقى خباز واعمل مش عارف ايه. انا مفوض ساعتك الموقف السلبي من الاهالي او المواطنين او يعني الناس اللي ما عندهاش علم يا سياده اللواء. يا فندم عندهم علم ولكن بقول لحضرتك مش هقدر احط على كل عربيه فرد. تعيين الاشكال اللي موجوده دي معرفه مين؟ عرفت المحافظه عرفت المحافظه بياخد رخيص من المحافظه والامن برضه بيتابع. بقول لحضرتك يعني المحافظه سيد الفاضل انا اسف يا سياده اللواء المحافظه هي الدور الاول والاساسي التنميه المحليه الدور الاول والاساسي لان رئيس مجلس اداره المشروع بيبقى من معين من قبل التنميه المحليه. الامن بيبقى دوره بعد المحافظه وحتى كمان يعني ممكن رئيس المشروع يدي ملاحظه لمدير اداره المرور ان هو ما فيش زي ما حضرتك قلت كده دور امني في الموقف. انا ماليش دعوه مع موضوع التعريفه ماليش دعوه بموضوع الفلوس اللي بتدفعها الناس. انا بتدخل بس لو حصلت مشكله بين سواق او بين مواطن او بين سواقين مع بعض ممكن السواقين يضرب بعض ممكن الاهالي يتخانقوا مع السواقين. انما انا الاشراف ده بتاع التعريفه بتاع المحافظه الارقام والناحيه الثانيه بتاعت المحافظه المحافظه طب بتاعتها انا كجهاز امني. انت مش حضرتك شايف الامور دي مستقره يعني كل موقف معروف الكارته بتاعته قد كده؟ تمام. طبعا الداخليه منتشره خصوصا في الاوضاع الامنيه احنا فيها عارفه كل شيء عارفه يعني خصوصا الايام اللي احنا فيها دلوقتي انتشار اكتر. ولو حضرتك تلاحظ تواجد امني مكثف في كل قطاعات الدوله. نعم. بقول لحضرتك انا يعني عاوز اوضح نقطه. احنا كجهاز وزاره الداخليه بنشتغل بطريقه انضباط غير معهوده في اي وزاره من الوزارات. على فكره كل حد بيجي يتابع وزاره ما يقول نفس الكلام. لا للاسف معلش يا فندم لو كل اجهزه الوزاره اشتغلت بانضباط الداخليه نعم في تعليماتها في مواعيدها في اداء عملها في تقييمها لكل المواقف نعم. لحضرتك عايشين وسط الناس كان نبقى انجح دوله في الدول. انما للاسف احنا مطالبين بموقف معين في كل المواقف اللي احنا بنشتغل فيها انضباط كامل مفيش تحيز. السيد الوزير على التلفزيون اللي حضرتك دلوقتي عادي الارقام بتاعت الوزاره لو حد عنده شكوى لو حد تعرض لرشوه لو حد تعرض ده شغل المدينه الفاضله اللي مش موجود غير في ما احنا نفسنا يا فندم عايزين في المدينه الفاضله المدينه الفاضله نفسنا يا فندم احنا نفسنا نعمل كده ويا ريت نتمنى ننزل كده. طب ممكن يا سياده اللواء سؤال طب معنا. ناخد استاذ رفعت بس اتفضل استاذ رفعت اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ رفعت.
احيي حضرتك وضيوفك الكرام. شكرا لحضرتك يا رئيس. وهو شوف حضرتك الموالد دي انشئت لخدمه المواطن وتنظيم العمل بالموالد وخدمه الشعب، واخد بال حضرتك؟ نعم. واذا كان هناك انحراف في اي مرفق وارد، لكن مش معنى ان في انحراف في اي مرفق ده معناه ان المشروع نفسه مشروع مش حيوي. لكن هو حضرتك انا بوافق سياده اللواء، انا سامع الكلام اللي يقول حضرته، ان لو هناك انحراف ما مسؤوليه المواطن ومسؤوليه الاداره نفسها، واخد بال حضرتك؟ على الاداره ان تقوم العمل وتضع نظام للعمل ان هو كل واحد ياخد حقه، السائق ياخد حقه، المواطن ياخد حقه في الركوب في التعريفه، والتعريفه دي حضرتك وضعت عن طريق المجالس الشعبيه للمحافظات وعن طريق المسافات بين المراكز وبين المدن وبين المحافظات، يبقى على الجميع الالتزام، السائق يلتزم، الراكب يدافع عن حقه زي ما بيقول سياده الله، واخد بال حضرتك؟ وهناك الاداره تحمي الكل، لكن مش معناه ان المشروع اذا كان هناك انحراف لابد ان يقوم، لكن المشروع مشروع لو صرف اراده على خدمات المواجب فتبقى المواجب مواجب حضاريه جدا تخدم المواطن، بحيث المواطن ما يجيبش 10 دقائق ينتظر سيارته اللي هيركب فيها في الدور، يدفع اجورته المحدده، ينزل مكانه، يبقى فيه احترام للمشروع اصلا، الهدف الاساسي من المشروع. انما انا موافق بشكل اللي هو المواطن يطالب بحقه اولا. ممكن يا فندم الاداره تباشر. ممكن يا فندم اقاطع معاليك واوجه سؤال يا فندم؟ اتفضل يا فندم. ايه المانع عارف عاد بيه دلوقتي ان احنا نخلي تعريفه الكارته تحصل مجمعه في ديوان عام المحافظه ما تبقاش فيه ضفرات؟ ايه المانع يا فندم؟ هو حضرتك ما فيش اي مانع ان الاداره تضع اي نظام بحيث ان هو الايراد بتاع المواجب يبقى موجود لدى الوزاره او لدى وزاره التنميه المحليه للصرف على المواجب، يعني على الاداره ان تضع النظام اللي هو يحمي المواطن من استغلال اي سائق او استغلال اي بلطجي زي ما حضرتك بتقول، ويخلي الخدمه نفسها تبقى لها اثر ولها مردود عند المواطن. فاعتقد ما فيش مانع ابدا ان يبقى في الكارتة تجمع لدى المحافظه او لدى الوحده المحليه او يعني اي نظام يتعمل بحيث ان هو المواطن يبقى مستريح والسائق يبقى عارف حقه، زي ما قلت سياده اللواء المواطن بيسكت احيانا كتير عن حقه. صحيح صحيح. اطلع يا اخي، يعني لازم يبقى فيه نظام وتحت بصر ورؤيه الاداره المختصه في هذه المواد. طب استاذ رفعت حضرتك، يعني انا عايز اقول لحضرتك بتتكلم زيك زي اي مسؤول في الدوله، نمره واحد المواطن، راحه المواطن مش عارف عشان خدمه الشعب، في حين ان المبالغ اللي بتتجمع دي كلها ما بنلاقيش في اي موقف من المواقف اللي هي الميكروباصات دي بتخدم الناس، تواليت ما فيش، دوره ميه خالص ما فيش، حتى كافيتيريا، حتى الاكشاك اللي بيسيبوها واحيانا بيبقى برضه بيتاخد عليها بعض اشياء معينه كده تروح لجيوب بعض الناس، تلاقي الحاجه ام قرش عندهم بقرشين، الحاجه ام جنيه ب2 جنيه، فين بقى خدمه المواطن وفين راحه الشعب؟ وانا ما فيش لا تواليت في اي حمام، والمعامله في منتهى الاهانه، المواطن اللي بيخرج بس عن السياسه العامه الموجوده بيلاقي اهانه كبيره. وفي حاجه في حاجة تانية يا فندم، اتلقى بس الردود، اتفضل يا فندم. انا ايوه اتفضل يا فندم. سامع حضرتك؟ اهو حضرتك احنا بنقول في نظام للمواجب، في ايراد بيدخل من المواجب لجهة الادارة، وده هدفه ايه حضرتك؟ تحسين الخدمة بالمواجب، انشاء تمدات، انشاء مواجب مخصصه للخطوط، انشاء دورات مياه، انشاء كافتريات، انشاء استراحات للركاب الناس الكبار السن، ده المفروض، دي مسؤوليه كلها مشتركه حضرتك، دي مسؤوليه كلها مشتركه من المواطن وجهه الاداره، على الكل ان يجتمع للوصول الى هذا الهدف. استاذ رفعت، استاذ عمرو عايز اسال حضرتك بعض اسئله بس. معلش يا فندم، بس انا بالنسبه لي الموضوع واخده يعني ايه على عاتقي، لاني تعبت فيه جامد وقدرت اجمع فيه معلومات. في وقت من الاوقات يا فندم، موقف المنيب مفيش فيه اي تنده تحمي المواطن من الشمس ومن البرد في وقت الشتاء،
فلما رحت وقتها للواء علي اللي كان ماسك رئيس المشروع الموقف في محافظه الجيزه بالنص، قال لي انا ما عنديش فلوس يا فندم، رغم الفلوس المهدره دي، رغم الفلوس المهدره دي واللي هي المسروقه من جيب المواطن، قال لي انا ما عنديش فلوس اعمل لهم تند. يبقى ازاي في راحه المواطن؟ حضرتك يا استاذ عم، يا استاذ عم، اتفضل. حضرتك لو اتعمل النظام الصح هذا الايراد الوارد الى اداره المواجب هيقول كله الى المواجب دون دخول جيوب اي مسؤول في المواجب، او وده ياخد مرتبه زي اي مرتب اخر، واخد بال حضرتك؟ فهو زي ما تقول سيادتك لو اتعمل النظام زي ما تقول سياده اللواء، اتعمل النظام الصح ان المواطن يعرف حقه فين، الايراد يخش خزينه الدوله او خزينه وزاره التنميه المحليه اللي هي بتصرف على المواجب، هتبص تلاقي المواجب دي صوره حضاريه جدا. استاذ حضرتك استاذ رفعت بعد اذنك، يعني المحافظه او اداره المواقف لو تعلق يافطه على كل موقف بالتسعيره المحدده للمواطنين اكيد كله هيلتزم بيها. المفروض كل موجب كل خط فيه التعريفه بتاعته، المفروض الصح بقى ان كل خط يتعمل فيه التعريفه بتاعته تمام محدده تمام. ويبقى المسؤول موجود لمباشر التنفيذ هذه التعريفه تمام يا فندم. لو حد خالف بقى في القصه دي يبقى في متابعه سواء من الاجهزه الرقابيه او من الامن الموجود في الموقف، وهنا بقى في المخالفه يتخذ اجراء. تمام يا فندم تمام. من السائق او البتاع هنا بقى يقول الايراد الى اداره المواجب، تقدر اداره المواجب تلاقي عندها ايراد تعمل مواجب حضريه، تعمل زي ما حضرتك بتقول دورات مياه، استراحات لكبار السن واستراحات للناس اللي واقف فيها، يبقى ده مشروع حيوي هام جدا. تمام يا فندم. شكرا استاذ رفعت محمود عبد القادر مسؤول سابق بوزاره التنميه المحليه. الحقيقه انا برضو طبعا واضح للمشاهد المشاهد ان كل ما هو حكومي هتلاقوه جاي في صف بعضي، يعني الاستاذ رفعت جاي في صف سياده اللواء اكتر من مجيئه في صف الاستاذ عمرو المنياوي، ان برضو المواطن هو اللي عليه كذا. احنا بنقول ان الدوله بتقول صب على مصر بقد كده، طب ما الصباح ده ممكن يطلع من الجماعه بس بتوع المواقف، يعني بتوع المواقف بس صبحوا من الكارته دي المواطن مش هيدفع حاجه خالص وهتبقى الدنيا زي الفل. انما الاموال المهدره دي واضح ان يعني بعض الجهات العليا في الدوله مش واخده بالها ان في ملايين بل مليارات بتستنزف من جيب المواطن ثم السائق ثم الكارته بتاعت الجماعه اللي مبلطجين ومبرطشين على المواقف بتاعت الميكروباصات اللي ما فيش فيها الحقيقه خدمات خالص. انا عايز اقول برضو لسياده الاستاذ رفعت ان الكلام ده التند والكلام زي كده ده نفس بعض وحدات الهوم ما فيهاش الكلام ده، المواطن بيقف في الشمس لما تطلع عينه على ما بيستلم الرخصه بتاعته. الفلوس دي بتروح فين يا جماعه؟ الفلوس دي فلوس المواطنين مفترض انها ترجع لهم تاني. استاذنا حضرتك في فندم. تحسين حاليا برضو نتمنى والله في تحسين يا فندم. فندم انا اسف مقاطعه حضرتك، مش هيبقى في تحسين طول ما في جمع فلوس لجمعيه الولاية ضباط الشرطه، وطول ما كل سواق بيطلع من اسوان بيدفع في كل محافظه كارته لحد ما يدخل لجوه القاهره يا فندم. يعني فندم بيطلع من اسوان كل محافظه يا فندم كارته على الصحراء الغربي يا فندم والشرقي. اه الشرقي قد يكون مقنن شويه، يعني حاجه كده الشاي بتاع الناس ولا يا فندم بيدفع كارته. طبعا هي الكارته كما قلنا يعني زي ما قلنا قبل كده هي مقننه نعم. ولها وضع كوضع انا غير معترف بيه اساسا نعم. بس نقول نعترف نقول مثلا مبدئيا ان ده وضعها القانوني نعم. تمام يا فندم نعم. بيحصلوا ازيد من الطبيعي. فتبص لك حضرتك السواق بيجي عند محافظه اسيوط وبيدفع كارته، عند محافظه بعدها المنيا بيدفع كارته، بني سويف بيدفع كارته، الجيزه بيدخل يدفع كارته. يا فندم دي خدمات طريق مش كارته، دي خدمات طريق. احنا مش شايفين حاجه من خدمات الطريق. الطريق دي انا اسف يا فندم انا اسف الفلوس اللي بتاخدوها الكارته دي مش شايفين حاجه يا سياده اللي على الطريق يا فندم. دي بتاخد تحسين طرق، تحسين وضع خدمات على الطريق سواء كانت اسعاف او كافتريات او دورات مياه زي الباشا ما بيتكلم. انما الفلوس دي ما بتدخلش جيب الوزاره، وزاره الداخليه ما بتاخدش منها حاجه، ما حدش يتهم. ده كله بيدخل يا فندم بيدخل صندوق تنميه المحافظه وبيتحط في الصندوق بتاع المحافظه، انما ما فيش حاجه فلوس بتدخل زي ما حضرتك. انا فندم انا اسف لمقاطعه حضرتك بس انا اقدر اقول كلمه واحده بس ان انا من بكره باذن الله انا وكل الاعلاميين اللي عملوا معانا المشاركه دي والسيد وزير التنميه المحليه ممكن يطلع يكذبنا لو كان في فعلا تكذيب. انا من بكره هبعت للسيد الرئيس في مكانه هبعت له الكلام ده ويطلع يبعت الجهات الرقابيه تبص عليه وتشوف انا بكذب. انا بكذب يا فندم. يطلع يشوف. احنا نتمنى يا فندم الاجهزه الرقابيه انا بكذب لما يبقى 180 مليار و180 مليون جنيه من قوت المصريين مهدر في جيب فئه معينه من الناس وفئه ضاله.
يعني انا ما عنديش مانع فندم تجمع الكارته بس خليها لحالك, خليها لصندوق ياخدها في ايدك. انا بقول لحضرتك انها تقلل وتدخل المحافظه, ما حدش قال لك تدخل تدخل جيب البرتقال. طيب انا هاخد تقرير مع اخواننا السواقين ونشوف الناس دي فعلا يعني عاجبها النظام ده ولا الناس دي معترضه ومش عاجبها وحسن ان بعض الناس بتبلطج عليها, بس هي بتحاول تمشي امورها عشان عربيته تفضل سليمه وعشان يعرف برضه ياخد شريحه من الركاب في الداخله والخارجه, ما حدش يقف له بالمرصاد ويمنعه من ان هو يعني يسترزق زي ما بيقولوا. نشوف السواقين هيقولوا ايه ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مره تانية مشاهدينا الكرام وشفنا اخواننا السواقين. الحقيقه كنت متوقع ان اي حد يعني جاي شويه في صف يعني في صف مساله الكارته, ولكن الكل معترض عليها. وفي الحقيقه عجبني احد السائقين وهو بيقول انه طول ما هي ما فيش فيها ايصال يبقى دي بتروح للبلطجيه. طول ما فيش ايصال حاجه لحضرتك, طول ما فيش فيها ايصال دي بتروح للبلطجيه. الكلام ده فعلا منطقي ان اي حاجه بندفعها للدوله بناخد بيها الايصال الاحمر المتعارف عليه في وزاره بقى الكهرباء, في الري, في مش عارف ايه, في اي حاجه في المرور. ليه باخد سند ان الفلوس بتاعتي دخلت فعلا خزانه الدوله المصريه, انما اللي بالفلوس بتترمي في الشارع دي ملهاش اي ايصال, دي بتروح فين محدش عارف. الاخ الثاني طبعا اللي قالها بطريقه كوميدي قال الاشخاص اللي موجوده دي اشخاص ملهاش اي ملامح, ما ينفعش عيل صغير يشوفها. هل الداخليه تايهه عن الناس اللي زي دي؟ احنا عارفين الضباط عندهم شيء من الكياسه, مجرد ما بيبص للشخص بيقدر يحلل شخصيته اذا كان ده مجرم بلطجي انسان محترم ولا الناس دي متسابه, يبقى الداخليه عارفه انهم سايباها. ليه بقى؟ لحكمه يعلمها الله. اتفضل يا فندم. لا يا فندم الداخليه مش سايبه البلطجيه. نعم. لكن هم بقول لحضرتك هم متواجدين ومتغلغلين للاسف جوه المواقف. نعم. وبطرق ملتويه او بطرق مختفيه. دول ما يختفوش, ده شكلهم باين قوي يعني, ما بقاش يا فندم قاعدين في وش الموقف كده. حضرتك قلت لي انك كنت في الامن العام وفي المباحث. اه يا فندم ظابط مباحث, اعتقد انت بتبقى عارف ان دول شكلهم. تمام يا فندم. تقدر تفرزهم من نص المواطنين اللي موجودين. ممكن لا لو 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 القياده الامنيه اللي موجوده في المديريه. نعم. او في المحافظه بتمر مره حضرتك على الموقف او مرتين خلال الاسبوع, اكيد هتتابع الناس اللي موجوده ديا, ولو في حد مسجل هتاخده. انما بقول لحضرتك احنا تواجدنا تواجد امني لعدم نعم. وجود مشاكل داخل الموقف. نعم. انما مش اشراف مباشر على موضوع خروج العربيات ودفع الكارته. أيه. وفي نفس الوقت انا بايد برضو الاخ اللي اتكلم وقال ان انا لو ادفع كارته اخد بيها سداء, اخد بيها رسم, اخد نعم. بيها ايصال. نعم. كده يضمن المواطن او السواق ان الفلوس دخلت الدوله. انما للاسف اللي بيدفعوا للبلطجيه امسكها ازاي؟ انا احكمها ازاي؟ ما بيقول لك انا ده اللي حاميني, ما انا لو حد تاني يحميني يعني الداخليه تحكمها ازاي؟ هتقف على كل دي سواق؟ ما بيقول لك انا لو في حد يحميني ما كنتش هعمل كده. ناس بس انت لو بقطع حضرتك كتير, بس انا من كتر ما لقيته من الموضوع ده ومن احتكاكي بالبلطجيه واحتكاكي الكبير بالمواطنين لما عشان افحص القضيه واقدر اتكلم فيها واقدر اتكلم فيها بارقام وحاجات زي كده, كان الموضوع مش سهل, كان عبء كبير جدا وسط فئه صعبه. اتفضل. بحمايه القانون. تمام يا فندم. القصه كالاتي. حضرتك دلوقتي احنا البلطجيه دول دلوقتي اللي جابتهم وزاره التنميه المحليه, ما بني على باطل فهو باطل. ارجع بقى حضرتك لوزاره التنميه المحليه. يبقى دلوقتي يا فندم القوانين نفسها بتاع مشروع المواقف قانون عقيم ولا يجدي نفعا. ده اللي انا اقدر اقوله دلوقتي بحكم تقديري, ويطلع فندم حد من الساده وزاره التنميه المحليه يقول لي عكس كلامه ويكذبني. اللي هيجي هاخده من ايده اوري له المواقف, اقول له ده موقف اهو, اسال الناس. انا بكذب. اسال الناس, اسال الشريحه. لو لقيت 2 من كل 10 راضيين عن الحال بحساب يعني. طب انا احاسب على كل كده. طب انا معلش بطلب الاعداد يتصل لنا بحد من وزاره التنميه المحليه, اتصلنا يا جماعه بحد من وزاره التنميه المحليه يرد على هذه الجزئيه يعني. اتفضل يا استاذ. فدلوقتي يا سيد الفاضل ما بني على باطل فهو باطل. احنا الى الان من اول الرئيس السادات بعديه كل الرؤساء اللي كانوا موجودين. تمام. انا اول واحد قلت السيد الرئيس السيسي ويعلم ربنا بحبه خالص فوق الوصف يعني, الراجل نقز البلد ده حقيقي. بس في حاجه انا اقدر اقولها, مفيش رئيس دوله الى الان حل المشكله دي. مفيش رئيس دوله الى الان جه حل المشكله دي, مع انها ثروه كبيره جدا جدا زي رمل الزجاجي كده. هل مفيش حكومه برضو جت عالجت الموقف مع انها ثروه هائله. هل بتترجم للرئيس غلط يعني؟ هل حد بيوصله ان الحاجات دي مثلا هي ده وضعها؟ فندم انا اقدر اقول حاجه واحده بس. اولا التنميه المحليه عمر ابدا ما انتخابات التنميه عمر ابدا ما انتخابات المحليات هتقدر تعيد هيبه التنميه المحليه, لان التنميه المحليه انا بعتبرها ثوب مهلهل, والكلام ده على مسؤوليتي ثوب مهلهل بحكم انا اقدر اللي كذبني يقول. انا عندي اسامي اللي انا رحت لها مكاتبها وقعدت معاها وشرحنا الموقف من اول نائب الوزير لحد كلهم, لحد محافظ وحد سكرتير محافظ, وكل المقابلات دي مسجله عندي ودليل. وانا حضرتك انا لولا ان انا مش جايب الادله اللي هي موجوده الفيديوهات, انا كنت عرضت على الناس الموظف بدرجه وزير, موظف صغير بياخد راتب بيخش له في 2 مليون ومليون ونص ومليون في اوقات بطرق شرعيه ولا بطرق كرتيه؟ لا طبعا استحاله تكون بطرق شرعيه. استحاله يا فندم تكون بطرق شرعيه, طريق شرعي يبيح الحاجات دي مفيش. فدلوقتي سيد الفاضل انا ليا راي ان احنا دلوقتي ليه المانع ما ننشئش نعيد النظر
في 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 مشروع المواقف بالذات ونعيد جدولته ونعيد هيكلته من جديد ونعملها شركه قابضه مثلا. ده رايي من ضمن الاراء، انا مش متخصص بس انا بقول اعتقاد قد يكون صح وقد يكون غلط، بس المهم ان منظومه المواقف دي يعني تحال لانها باليه تحال وتترمي ويجي منظومه جديده غيرها بفكر جديد تكون ملائمه للشعب. هسال حضرتك سؤال، لما دلوقتي يا فندم سؤال 30% من الشعب المصري وازيد بيركب مواصلات، تمام يا فندم؟ نعم. ال 30% ده بيعاني، ال 30% دول مش شعب السيد الرئيس؟ مش هم دول الفئه الاكبر المطحونه في الدوله اللي الرئيس اساسا شايلهم على كتفه وخارب الدنيا بيهم ورايح وجاي ومش ساكت وعامل كل ما في وسعه عشان يقدر يريحهم؟ طب انت بتريحهم من هنا والتنميه المحليه بهدلهم من هنا. طب تفسر ايه حياتك برضه يا فندم مساله ان الجري على الطريق ده يعني الطرق عليها الداخليه طبعا حطت رادارات وحطت اشارات جديده، هو يبقى شايف الاشاره قدامه لونها احمر وتكتب الارقام لسه يروح نافذ ومعدي، ايه الجبروت اللي بيمشي بيه ده وايه القوه اللي بتحميه تخليه تقول له انك بعد كل ده انا هشطف لك كل المخالفات هشطبها تماما وانت هتترخص عادي خالص؟ يا فندم مفيش قوه بتحمل الخطا. طب تفصل بايه حضرتك الخدمات يا فندم الموضوع على الطريق سواء كانت رقابات رقابه مروريه او خدمات على الطريق او متابعه من الداخليه او وجود السيارات الناجده للاخطار في حدود حاله وجود حوادث او حاجه زي كده. ارجع واقول تاني ان السبب برضو من السائقين لانه هو عاوز يجري عشان يلحق يوصل يعمل فرده تانية، انما السرعه مقرره على الطريق والرادارات موجوده على الطريق سواء الطرق الفرعيه او الطرق الرئيسيه. طب هو لو عايز يلحق فرده تانية يا فندم مفيش اكتر من يعني الدوله حضرتك تعمل اكتر من كده، هيدفع 50 هيدفع 1000 ومش عارف كام عشان الرادار، فاي منطق يقول ان هو عارف انه هيكسب 50 بس يدفع قصادهم 1000 وشويه؟ المنطق يقول ان هو اكيد متاكد ان المخالفه دي هتتلغي. لا يا فندم مفيش مخالفه بتعدي، مفيش مخالفه على الطريق بتعدي، بيتصور وبيتسحب رخصته. اقرب حضرتك تلاقي كل الطرق عليها رادارات وبعد الرادار بحوالي 2 كيلو اللجنه واقفه بيتم اختار اللجنه الموجوده برقم السياره. نعم. وبيتم استيقافها يا فندم الرخصه، بيتم معاه الاجراء اللازم سواء دفع الغرامه فوريه او سحب الرخصه وبالتالي بياخد عقوبات بعد كده فيما بعد مصعد بخصوص فيما بعد يا فندم مخالفات جسيمه. نعم. لكن حضرتك نفس اللي نفسي اوضحه بس حضرتك في اتصال اتفضل لو تكرمت لي بس الباشمهندس هيثم سعيد مستشار مجلس النواب، اتفضل يا فندم. اهلا بيك فندم. اهلا بيك يا استاذ اسامه واهلا بضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. احنا بنناقش موضوع الكارته، مش عارف حضرتك كنت تتابعنا من اول الحلقه ولا لا. سامعني يا فندم؟ الباشمهندس هيثم طيب احنا في انتظار الاتصال مره ثانيه. معلش باشمهندس هيثم سعيد مستشار مجلس النواب، اتفضل يا فندم. برجع اقول لحضرتك ان هو الطرق كلها مراقبه بالرادارات والناس بتقول لك بيراقبونا احنا بتوع الملاكي بس يعني لا يا احنا الغلابه احنا اللي علينا. لا يا فندم برضو ارجع واقول تاني عيب تاني على المواطنين. نعم. المواطن اللي راكب العربيه لو بيشوف السواق ماشي بسرعه رهيبه المفروض يقول له هدي ويمشي بسرعه مقرره. والله اولا حفاظا على صحته. المفروض المواطن يا فندم يعيش في مصر. لا يا فندم يعيش في مصر، ما هو بالبلد. انا عايز اقول لحضرتك ان في ناس ما بترضاش تركب مع اشكال معينه من السواقين يقول لك ده شكله هيودينا في داهيه. بالظبط كده. حتى في طرق السفر ينتظر لما تيجي عربيه ثانيه يقول لك ما اركبش احسن ده شكله كده شارب حاجه مش عارف ايه كده يعني. وانت حضرتك عارف اغلب السواقين دلوقتي مع الفحص الدوري للسواقين عن طريق بتكتشفوا حاجات كتير. الكشف بتاع اللجان عن سواء المخدرات او بكمية كبيرة قوي من السواقين اللي بيطلعوا متعاطين. طب الباشمهندس هيثم سعيد اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ اسامه واهلا بضيوفك الكرام. احنا بنتكلم النهارده عن موضوع الكارته، حضرتك متابعنا من اول الحلقه ولا لا؟ يا فندم متابعكم في الحلقه دي. ده شرف لينا. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي يعني؟ والله شوف يا فندم خلينا نوضح لحضرتك ونوضح لضيوفك ومشاهدينك الكرام الاول ايه موضوع السيرفيس ده في على مستوى الجمهوريه الاول. اولا الاماكن المخصصه لي الخدمة المواطنين بالنسبة للميكروباص اللي موجود اللي بيطلق عليه السيرفيس تمام وبشكل رسمي له أماكن مخصصة بالفعل في الدولة على أنحاء المحافظات كلها، ودي خدمة لابد ان احنا نعتمدها. معلش الصوت يا فندم متعب شوية مش سامعين. طيب معلش يا باشمهندس هيثم يعني الحقيقة بنتمنى مداخلة حضرتك، يا ريت تقف في مكان بس في شبكه شويه عشان نسمع سعادتك كويس. احنا في انتظارك يا باشمهندس هيثم سعيد. طب انا هاخد برضو من كلام باشمهندس هيثم وهو مستشار مجلس النواب
ان الامر ده مقنن والدوله عندها علم بيه تماما ومتواجد في كل محافظات مصر من اسوان الى اسكندريه ومن سينا للسلوم. يعني ده معلوم، ده شيء كويس قوي، وان الناس دي بتساعد فعلا الدوله في انها تنقل المواطنين يوميا من مكان لمكان، ولكن التكلفه هي برضو اللي يعني بتخبط في المواطن جدا. بمناسبه اتصال الاستاذ البشمهندس هيثم، يعني انا بقترح لو لجنه النقل في مجلس الشعب تعيد النظر في هذه القوانين الخاصه بالمواقف، وتشكل لجنه اخرى لبحث هذا الموضوع برمته من الاول للاخر. تفتكر ساعتها كده بجزء حياتك احتكيت يعني ادنى طبقات لما كنت في المباحث، تفتكر الناس اللي راكبه عربيات مش عارف ايه في مجلس النواب دول هيحسوا بالمواطن الضعيف ده؟ لازم يا فندم، ربما الداخليه تحس بيه اكتر. لا لازم، احنا اكتر لازم نحس بيهم لان احنا لامسينهم وعايشين وسطهم. انما امال دور مجلس الشعب بيعمل ايه؟ امال الاعضاء دول مش بيتكلموا باسم الاهالي وباسم المواطنين؟ طب هاخد باشمهندس هيثم. اتفضل يا فندم. الو. اتفضل يا فندم. اتفضل. ايوه يا استاذ حسام، سامعني كده يا فندم؟ اه سامعك يا فندم. خلينا نوضح يا فندم للمشاهدين الكرام الاول ان فئه كبيره جدا متفقين انا وحضرتك وضيوفك الكرام ان اغلبيه من الشعب المصري والمواطنين المصريين بيستخدموا دي الخدمه، دي خدمه الشركات، كمان ان هي نسبه تفوق اكتر من اللي قالها الاستاذ عمرو، اكثر ان اكتر من 30%. اكتر فعلا يا فندم. خلينا نتفق ان برضو ان ظهر في الاواني الاخيره الفئه البلطجيه والخارجين عن القانون، وانا متفق معهم، لا علاقه تماما تماما بالشرطه في خاصه بالمرور ان هي تتحكم في هذا الاوان. ولكن خليني اوضح برضو اكتر بشكل افضل ان المجلس النواب في صدد الايام القادمه باصدار قانون المحليات، والقانون المحليات هو الوحيد اللي متصدي لهذه الخدمه، وهو الوحيد اللي هيقدر يتحكم بانه يظبط الكارتة بسعرها للمواطن ايا كانت المسافه اللي بتحددها، لان كثيرا من المحليات السابقه والمجالس السابقه حددت الكارتة بالضبط اللي بيطلع بيها المواطن من منطقه الى منطقه ايا كان داخل المحافظه او خارج المحافظه. فالمحليات هي المنوطه الوحيده بانها بالبلدي كده تظبط هذا الموضوع. موضوع الخارجين عن القانون معايا يا فندم؟ نعم يا فندم. موضوع الخارجين عن القانون والبلطجيه دي خلينا نعترف ان في الاوائل الاخيره هم ظهروا. الشرطه ليس لها علاقه ولا لها علاقه تماما باي دخل بيخش لها على الاطلاق. الدخل اللي بيخش من اداره السرسيز، وضح برضو لحضرتك ولمشاهدينك الكرام ان الدخل اللي بيخش من السرسيز دي او الموافق بالمعنى البلدي كويس بيخش الى اداره خاصه اسمها اداره المشروعات في المحافظه. نعم تمام يا فندم معايا. طب مفيش ايصال بياخده السواق بكده يا فندم بالمبلغ؟ نعم. اللي وصل في الاخر للبلد، انا كسائق عرفت ان الفلوس دي هتروح لمصر، مفيش ايصال مصر تقول لي ان انت دفعت المبلغ الفلاني؟ مظبوط يا فندم، انا مع سعادتك ان في ايصال فعلا كان في الاواني الاخيره في ايصال. نعم. ولكن معلش خليني، لغياب المحليات في الفتره الاخرانيه دي. نعم. الخمس سنين اللي فاتت هي اللي ادت لظهور البلطجيه وظهور الخارجين عن القانون. نعم. هي دي اللي اتهم. لكن انا بوعد حضرتك ان المجلس ان شاء الله في صدد في خلال ايام القادمه قبل نهايه الدور الانعقادي الاول هيكون صدر قرار بقانون المحليات، وهو الوحيد المنوط بحكم هذه الاداره، لان المحافظه المجالس المحليه سواء كانت حي او محافظه او مراكز او مدن هي الوحيده، لان في لجان المجالس دي عباره عن لجان من ضمنها لجنه النقل والمواصلات. نعم. وهي اللي بتحدد يا فندم الكارتة او المسافه اللي هيطلع بيها المواطن، وليكن مثلا من مدينه نصر لغايه رمسيس. نعم. بتحدد للسرفيس رسميا، بتحدد له ان المواطن وليكن مثلا مثال هيدفع فيها 3 جنيه. نعم. اكتر من 3 جنيه بيتم في لجنه الشكاوي داخل برضه المجالس المحليه. نعم. الخاصه بالمحافظات. نعم. بيتم فيها الشكوى كده، ويبقى انه الاعضاء المجالس المحليه مراقبه، في نواب متخصصين. نعم. بانه بيراقبوا حاجه زي والله نتمنى ده يا فندم. نعم. مهندس هيثم اتفضل يا فندم. سات اليوم معاك اتفضل. هل زي ما برضو اقول لحضرتك، انا برضو كنت يعني عايز اوجه الكلمه دي بالذات للاستاذ عمرو، ان الشرطه ما بتاخدش اي حاجه على الاطلاق من الايرادات اللي بتخش في السيرفيس. نعم. تماما.
طب سيادة اللي هو عايز يتكلم حضرتك بس طب انا اسف فندم انا بس سؤال ممكن اقطع معلش انا اسف طب اتفضل حضرتك لابد ادخل في الموضوع ده طب هيثم بيه انت حضرتك راضي راضي بس اكمل اتفضل عشان بس المشاهد يعرف بالظبط الحاجه اتفضل فندم اتفضل الايرادات اللي بتخش من السيرفيس دي يا فندم بتروح حاجه اسمها اداره المشروعات بالمحافظه نعم وبيتم الصرف على العاملين الخاصين بالمشروع ده إدارة المشروعات بالمحافظة هي اللي بتاخد كل الإيرادات بالكامل نعم. إذا كان المرور أو إذا كانت الشرطة بتشرف عليها فهي بتشرف بس إشراف مفيش بقى حاجة بقى إني عفوا بقى إن ده بياخد حاجة أو ده بيخش له رئيس قطاع بيخش له مبلغ قانوني أو مش لا 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 مفيش على الإطلاق بتخش هي إدارة المشروعات بالمحافظة ثم بيتم الصرف على العاملين بالمشروع والباقي بيخش حاجه اسمها صندوق تطوير المشروعات بخزينه الدوله نعم فقط طب ممكن يا فندم اوجه سؤال بعد اذنك اتفضل يا فندم بس صوت حضرتك بعيد شويه طيب يا فندم دلوقتي يا هيثم بيه هل انت راضي انت دلوقتي حضرتك راضي عن مشروع المواقف دلوقتي بحاله بوضعه الحالي وبصفته راضي ايه يا فندم راضي ايه حضرتك راضي عن مشروع المواقف الحالي الموارد اللي وقت الحالي المواقف المواقف يا فندم المواقف لا طبعا غير راضي تماما واللي بيحصل ده اهدار تماما لعدم وجود نعم يا فندم هيثم بيه بحكم ان حضرتك طبعا مستشار في مجلس النواب وحضرتك يعني زميل سابق قبل كده في العمل وشيء شرفني ولكن احنا دلوقتي بنتكلم رسميا دلوقتي هيثم بيه انا حابب ان انا اوصل ليك الاف الشكاوي للمواطنين والسواقين وتوصل من عن خلال سيادتك لوزير التنميه المحليه هل حضرتك تقدر تساعدني في الدور ده؟ نحن وعلى يعني فكره يا فندم الكلام اللي هتقوله على الهواء يا فندم بكره الصبح في مكتبك يا فندم انا تحت امر حضرتك مدام خدمه للناس انا تحت امرك جميع النواب داخل مجلس النواب في خدمه المواطن اولا نعمل ذلك اذا كان احنا يا فندم ان شاء الله زي ما بقول لحضرتك النواب في صدد خلال ايام بسيطه قبل انهاء الانعقاد الاول الفصل الاول الانعقاد الاول للمجلس قبل ما ينتهي هيكون صدر قانون المحليات اللي هيحكم لحضرتك لا. المساله دي بالكامل ولكن خلينا معلش احنا بس في فتره يعني انا الوقت بس بيدهني يا باشمهندس انا عايز بس حضرتك ترد على السؤال بتاع سياده اللواء اتفضل يا فندم طبعا دي فرصة ذهبية لن تتكرر في مصر مرة تانية لو المجلس فعلا ناقش هذا القانون سمعنا يا فندم طيب حضرتك لو ليه تعليق اتفضل هو قطع اتصالات انا بقول ان دي فرصة لن تتكرر نعم الدولة لو المجلس النواب لو ناقش هذا الموضوع نعم. وضع له الحيثيات والاحداثيات والاساسيات اللي يبقى عليها مشروع الكارته نعم اعتقد ان هو يبقى داخل فعلا زي ما قال الاستاذ عمرو في البدايه نعم داخل ده يدخل الدوله هيعمل نقله حضاريه في كل المواقف نعم ويعمل نقله حضاريه في كل صناديق المحافظات نعم لان الفلوس دي بتدخل صناديق المحافظه طيب انا مع حضرتك ان الكلام ده فعلا زي ما قالوا كده الباشمهندس هيثم ان الفلوس دي في الاخر بتروح فعلا للدوله الجزء الحقيقي منها للدوله عملها بيروح للدوله انا عايز اقول ان في موقف زي منطقه 6 اكتوبر موقف حضاري جدا الناس بتبقى كل واحد حاطط جردان فوق دماغه ماسك مش عارف ايه مفيش لا هناك لا ظل ولا ظليل تماما فاضي تماما وهناك ده مورد كبير جدا في ميكروباصات بتروح مش عارف رمسيس وبتروح طنطا وبتروح اسكندريه كل محافظات مصر يمكن بتطلع من اكتوبر ومفيش ولا تنده واحده يعني توحد ربها زي ما بيقولوا فين الفلوس دي يا جماعه هل كل الناس اللي بتقبض من المشروع ده الفلوس دي تبقى في الكفيه فندم الفئه معينه الفئه فندم اللي هيتعمل دول القانون اللي هيتعمل الجديد ان شاء الله في مجلس الشعب ده زي ما قال الاستاذ هيثم نعم. هيقنن كل شيء يا ريت والله اول الاخر يا ريت يعملوا حاجه يعني ايه تخليهم حتى ينتخبوا مره ثانيه يعني الوطن يبقى صفوهم ان شاء الله فندم معلش نبذه صغيره جدا دلوقتي يا فندم وزاره التنميه المحليه وانا بقولها على مسؤوليتي الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه مفيش فيها تفتيش ولا رقابه التفتيش والرقابه فيها معطلين وزاره التنميه المحليه معطلين ما بيخرجوش الا بامر من السيد الوزير طب حضرتك دلوقتي انا كمواطن وراح اشتكي واجيب حقي اجيب حقي ازاي طبعا مش سياده الوزير مش هينفع بقى استنى بقى سياده الوزير لما احنا صحفيين سعاده الرئيس وبندخل نطلب مقابله بعد شهرين ثلاثه وممكن نعمل مشاكل عشان نخش نعم طب يا فندم انما تلاقي المواطن العادي اللي مش قادر المواطن البسيط فئه معينه نعم. اعلم سيدي الفاضل ان هناك يعني هناك موظف وهو عارف نفسه يعني هو لما اتكلم دلوقتي هو هيبقى مدرك كلام عليه الموظف ده يا فندم عنده عربيه سواق
انا دي لسنين اشتغلت سنين ما عنديش السواق. طب انا عايز نقطه ثانيه يا فندم. ولا حدش عربيه ان بعض برضه المشاريع دي يا فندم بيجي السائق مثلا خط معين يلاقي الطريق بتاعه ده زحمه دلوقتي يقول لك لا انا خلاص هحاول الخط الثاني ياخد خط ثاني للاسف. فتلاقي المواطن يعني قاعد مستني مثلا هفترض ان هو رايح مثلا الهرم والطريق ده زحمه دلوقتي يروح رايح سكه ثانيه واصبحت الموبايلات بتسهل الحكايه دي. زميلي يقول له الدنيا زحمه هنا روح يا فندم يدخل للمسؤول عن الموقف نعم. ويقول له والله في خط معين معطل اللي هو بيلم الكارتة يا فندم اللي هو وشه قد كده وحالته يدخل لفرد الامن الموجود نعم يدخل لفرد الامن ويقول له في خط معين معطل نظرا لظروف كذا 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 مش عايزين يشتغلوا عليه مش عاوز يشتغل عليه ينقي بقى الحته اللي هي هو هيلزم بالتنسيق مع المسؤول من المحافظه نعم. هيلزم السواق يشتغل في هذا الخط تضمن لي حياتك ان انا اطلع من الموقف ده سليم. يا فندم طيب يا فندم لا طيب دلوقتي يا فندم اضيف اضافه صغيره اخيره. انا بوجه نداء للسيد الرئيس. السيد الرئيس الناس دي مطحونه، الناس دي تعبانه فوق الوصف. احنا الفئه اللي هي بتتعامل مع مشروع المواقف نعم. احنا في الوقت البلد في السيد الفاضل حصل فيها نهضه فعلا يعني فوق الوصف، وحصل فيها فعلا انضباط امن، وانا كتبت كذا مقاله في السيد وزير الداخليه شكر فيه، مش 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 خوفا لا بشكر فيه بحريه تامه وحياديه، والله يعلم ربنا كاتب فيه حاجات بحياديه تامه. وفعلا البلد حصل فيها نقله، ورحت مشروع قناه السويس ودعيت من الدوله وكل الكلام ده كله تمام، وفعلا حاجات ملموسه على ارض الواقع ومشروع الاسمرات والكلام ده كله انا فعلا مبهور بيه. ولكن يا سياده الرئيس 30% من الشعب على تقديرنا على احصائيتنا مطحونين. يا سياده الرئيس مفيش رئيس دوله قبلك نصفهم، فرجاء توجيهات ساعتك. احنا مش هنقول ان حضرتك تتدخل في كل حاجه وتحل كل حاجه، في ناس مؤهله لذلك ولها دور والواجبات بتاعتها الالزاميه بالعمل بتقول بالكلام ده، بس احنا نقول توجيهات سعادتك يا ريس. بكره الصبح لو سعادتك بعت ناس في اي موقف ولقيت الكلام ده حضرتك يعني مش حقيقي، انا مستعد اسال مساءله، واي عقاب هاخده انا يعني. طب انا عايز اقول لحضرتك وحضرتك اكيد لبس الكلام ده في البحث بتاعك، ان وقت ما بتيجي تحصل مشكله بيتحط على السواق زي ما بيقولوا، حتى السواق طبعا يشوف رخصته مش عارف ايه يركن على جنبه ويركن له عربيات بتزيد الطين بله، يعني المواطن بدل ما يلاقي عربيه او اتنين قدامه لا بيخصمه من الموقف يركن العربيات دي ما طلعهاش عشان في مشكله. انا اشكر سعادتك ان جعلت هيثم بيه يبقى فيه مداخله، عشان خاطر ان شاء الله لما اجي اقدم مذكره للسيد وزير التنميه المحليه يبقى عن طريق المجلس شاهد على اللي انا هقوله وشاهد على اللي انا هقدمه، وخد الحلقه دي معاك الاوراق معايا نعم. والحاجات معايا والفيديوهات معايا وكل حاجه معايا موجوده نعم. طيب في حياتك اضافه بس اخيره عشان خلاص احنا كده ختمنا الحلقه. انا بقول يا فندم ان شاء الله قريبا هذا القانون سيرى النور، وان شاء الله يكون في تحسن في خدمه المواطنين. برضو اؤكد مره اخرى على سلبيه المواطن، ارجو انها تختفي. والله المواطن هيعمل ايه بس يا فندم؟ المواطن هيعمل ايه بقدر يعني الامكان يعني لما الناس تتفق على شيء معين. انا عايز اقول لسعادتك حاجه، يعني تذكره الاتوبيس لو المواطن ما دفعهاش وزاره النقل بتعملها مشكله وتفتيش ولا اخر، وفي نفس الوقت شايفين الملايين دي بتهدر وتقول لي ان مثلا الدوله ما عندهاش رعايه بيها او مش شايفاها او مش تحت كنترول. القانون الجديد ان شاء الله هيطلع باذن الله سيرى النور قريبا، كل هذه الامور نتمنى والله لو القطاع ده بس القانون يا سياده اللواء على ما هو حالي البنيه انت طاول البنيان فالبنيان باطل. وانا بقول لك كده يعني يا ريت صريح العباره فالبنيان باطل. انا بس عايز اختم اقول لحضراتكم يعني يا ريت مراعاه المواطن من جهه مجلس النواب في وضع مش عارف بمعرفه يعني وزاره التنميه المحليه وضع التذكره ولا اخره ما تعملناش مشكله بين المواطن والسواق عشان يقول له والله 3 جنيه وربع 5 جنيه 75 قرش. ارجوكم يعني خلوا الحد الادنى ليها حاجه ونص، نص جنيه كتير خالص عشان ما يعملش ايه مشكله اكبر واكبر، لان الدوله الحقيقه بتعمل حاجات يقول لك 3 جنيه 95 قرش ويعلن تمام مفيش حاجه اسمها قروش دلوقتي. طبعا يا فندم انا في نهايه هذه الحلقه مشاهدينا الكرام بتوجه بالشكر للواء عصام الدين عبد الله الخبير الامني عصام الدين عبد الملك الخبير الامني شكرا لك يا فندم نورتنا، وكمان بتوجه بالشكر للاستاذ عمرو المنياوي الكاتب الصحفي نورتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام نتمنى على الله ان اخواننا في مجلس الشعب يعني يعملوا حاجه قالوا بها ربنا ويرحموا الشعب ده في البند ده، بس بند المواصلات اللي الحقيقه طايله كل بيت مصري كل يوم بيدفع مبلغ وقدره من مرتبه او من ماهيته او من مصاريفه للميكروباص ثم للكارتة ثم لوزاره التنميه المحليه، ويا ريت ده بيعود عليه حتى بظل او ظليل في الموقف. نتمنى من الله ان الامور تتحسن تبقى احسن من كده. في نهايه هذه الحلقه ايضا مشاهدينا الكرام بشكر اخواني الحقيقه اللي في الكنترول في البلاي اوت الاستاذ احمد سرحان، وفي الفيديو فونت الاستاذ ياسر محمود، وفي الديكور والاضاءه الاستاذ احمد يوسف والاستاذ وجدي المهدي، كمان في الصوت الاستاذ محمد رافت، وفي التصوير الاستاذ منتصر السيد، وفي الاخراج الاستاذ اشرف جهاد. كان معايا في الحلقه دي كمان مشاهدينا الكرام في الاعداد الاستاذ سمر حلفي، ومدير الاعداد عمرو لطفي، ومن اداره الاستوديو الاستاذ ناصر الشاهد. شكرا ليكم وتصبحوا على خير. ايه تحدي ايه
التحدي التحدي قومي دافع عن رأيك والكل سامع قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا إيه المنافع وابن رأيك الدليل قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق.